ما الحكم في فسخ الإحرام بعد العمرة بدون عمل تقصير للشعر، وهل هناك فدية؟ نعم، لا يجوز حل الإحرام إلا بعد استكمال مناسك العمرة التي هي الطواف والسعي والتقصير، فإذا لبس المخيط قبل يقصر فقد فعل محظورا، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على التخيير. نعم.